السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نحاول شرح برنامج Keyword Optimizer Pro. هذا البرنامج غني عن التعريف، قوي وبرنامج مميز للغاية، لأنه بكل بساطة يعطيك فكرة عن الأمور التي يجب عليك والتي يمكنك كتابة مقالات حولها، كتابة مواضيع، تدوينات إلى غير ذلك، وسوف تساعد في التصدر وسوف تسمح لك بتصدر محركات البحث، رفع والحصول على سعر نقر عالي جدا. البرنامج ليس مجاني لكن يمكنك الحصول عليه من موقع دكتور فرفر. لن أقوم بكل ما عليك للحصول على البرنامج، اذهب على تدخل إلى جوجل تكتب دكتور فرفر، سوف يظهر لك الموقع، تقوم بزيارة الموقع قسم e-marketings وتبحث عن البرنامج Keywords Optimizer Pro. البرنامج عملية التسطيب سهلة جدا، دكتور فرفر قام بتعديل كل الإعدادات. كل ما عليك تقوم بتحميل البرنامج من السيرفر الذي تفضله، بعد تسطيب البرنامج ننقل على Keyword Optimizer Pro. سوف ننتظر الحين تحميل البرنامج. هنا مثلا عليك كتابة كلمة دليلية معينة، مثلا النيش الذي أنت تفضله، تقوم باختيار كلمة معينة والبرنامج بشكل أوتوماتيكي سوف يقترح عليك كلمات دليلية تناسب ولها علاقة بذلك النيش. سوف تظهر لك هذه النافذة، يمكنك النقر مثلا على نو. هنا مثلا سوف أقوم بكتابة من شوز. أنا سوف أستهدف محرك البحث جوجل، لا أريد ياهو ولا أريد بينج. وإذا كان عندك بروكسي يمكنك إضافته هنا. كيف تحصل على بروكسي؟ كيف تحصل على أفكار نيتشات؟ يعني ما تود الربح من الأنترنت، سوف تجد رابط على الوصف لهذه القائمة وهذه البلاي ليست، عليها فيديوهات مميزة للغاية كثيرة ومميزة، أكثر من 22 فيديو أشرح من خلالها برامج دكتور فرفر، أشرح كيف تحصل على بروكسي والعديد العديد من الأمور. يمكنك أيضا الالتحاق بمجموعة الخاصة على فيسبوك، هذه المجموعة حاليا فقط نجمع الأعضاء، لحين نصل إلى 1000 عضو وسوف نبدأ في الاشتغال معا. إذا لم يشتغل معك موقع دكتور فرفر يمكنك الالتحاق بمجموعة دكتور فرفر على تيليجرام، أيضا سوف تجد رابط المجموعة التليجرام التي يمكنك التحميل من خلالها برامج دكتور فرفر بشكل مباشر وسريع بالإضافة إلى موقع دكتور فرفر. ننقر على أن نقوم بكتابة الكلمة الدلالية وننقر على سيرش. كما تشاهدون معي انبثقتنا جميع الكلمات الدلالية التي لها علاقة بمان شوز، ومثل ما تشاهدون معي هذه الكلمة الدلالية كلها يمكنك الاشتغال عليها، مثلا لأنه المسألة كلمة دلالية مسألة جد مهمة، لا يمكنك كتابة مقالات بشكل عشوائي واستخدام كلمات مثلا بشكل عشوائي، يمكنك استهداف إعلان معين. مثلا أنا إذا قمت بكتابة مقال إلى مثلا عن مان شوز نايكي، يمكنني استخدم هذه الكلمة الدلالية 3-4 مرات، وبالتالي كل ما له علاقة بإعلان أحذية نايكي سوف تظهر في المقال الخاص بي. مثلا أنا عندي مدونة أتكلم مثلا عن الأحذية، ما إن أقوم باستخدام هذه الكلمة الدلالية 2-3 مرات وأحاول تغييرها، إضافة بعض مثلا الحروف، إضافة بعض الكلمات الإضافية مثلا، سوف تظهر لي إعلانات النايكي. ومثل ما تشاهدون معي يعني كلمات عليها بحث، يمكنك يعني تعمق في هذه المسألة باستخدام جوجل أدورد، سوف نشرح هذه المسألة مستقبلا إن شاء الله. ويمكنك مثلا عمل سيف، نقوم سيف تو، نذهب إلى ديسكتوب كومبيتي نقول هنا. مثلا كما تشاهدون معي هذه الكلمة الدلالية، أو مثلا نسخ، مثل تشاهدون معي الكلمة الدلالية، هذه الكلمة الدلالية هنا يمكنني أقوم بحفظها على ملف الإكسل، أو يمكنك ذهاب إلى كل هذه الكلمات الدلالية ونقوم باختيار Copy All Keyword to Clipboard هذا الشكل، ونذهب إلى Google AdWords Keyword Planner بالضبط Get Search Volume and Forecast، ونقوم بنسخ هذه الكلمة الدلالية ونقر على Get Started، وهنا بشكل أوتوماتيكي البرنامج سوف يقوم بإعطائنا معلومات حول هذه الكلمة الدلالية، مثلا Man Shoes Brands، سعر النقرة 14 درهم مغربي، مثلا تقريبا 8 دراهم النقرة. يعني أنا إذا كنت أود أن أعلن على هذه الكلمة الدلالية فأنا أحتاج
أقوم بتعيين 14 درهم للنقل الواحد، أي ما يعادل تقريبا دولار واحد أمريكي. فأنت إذا كان عندك موقع وقمت بكتابة مقالات عن Manchu's Brands وظهر إعلان له علاقة بهذه الكلمة الدلالية، سوف تحصل على ما يقارب دولار واحد للنقرة، يعني كل نقرة سوف تحصل على دولار واحد، وهذا مميز للغاية. يعني عوض تكتب مقالات بشكل عشوائي وتستخدم كلمة دلالية بشكل عشوائي، هنا يمكنك أن تستهدف هذه الإعلانات ذات الدخل المرتفع. والمسألة بسيطة جدا، كل ما عليك تذهب إلى موقع دكتور فرفر، تقوم بتحميل البرنامج، تقوم بكتابة كلمة دلالية معينة حسب نيش أنت تهتم به مثلا، وتقوم بتصدير هذه الكلمة الدلالية وتضعها في كيورد بلانر، وسوف يعطيك كل المعلومات، يعطيك كل الأفكار، وهذا كل شيء. أحاول أن أشرح بسرعة لكي لا أطل عليكم الفيديو، أدعوكم بمتابعتي على يوتيوب ودخول إلى المجموعة على فيسبوك ومراسلتنا. إذا كان هناك أي استفسار تعليقات سوف أحاول أن أجيب على استفساراتكم في أقرب وقت ممكن.